شكرا على الاستضافة وشكرا لرئيس الأسرة الأستاذ المحترم سمحي النبي على اللقاء الجميل ومعهد فضاء سيارة. شكرا لكم المنتمين وشكرا للحضور الكريم والكرام أيضا الذين أتتوا هذا الفضاء الثقافي بامتياز والذي سيبقى وجها مشرقا أو صوتا مدويا لأننا نستحضر قامة فكرية سابقة جدا وهو الراحل وانغوتي صولو الذي اختار أن يقود في مدينة العرش ولماذا العرش لا يمكن أن تتنكر له وهو دفينها واختار أن يقود في هذه المدينة الجميلة مطلة على المحيط. هذا اليوم كانت هناك قراءات متنوعة في المقبرة ومن بعد المقبرة تم الانتقال إلى معهد سيرفانتيس فإتشارك